في الحديث عن سيدنا ومولانا الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: فعلى الحسين فليبكي الباكون، إن يوم الحسين أقرح جفوننا. واقعة كربلاء التي مضى عليها مئات السنين، إلا أنها ما زالت تعطي الدفعة والقوة للأمة الإسلامية، وما زالت هذه الواقعة التي مضى عليها أكثر من 1000 ونيف قرن، إلا أنها ما زالت متجددة. ولقد أجاد الشاعر حينما رسم صفة الخلود في واقعة كربلاء بقوله: بأبي من لم يزل غضا طريا مصابه، كما لم يزل غضا طريا مدى الدهر مصحفه. فواقعة كربلاء ما زالت متجددة ومتجذرة وقوية، وتعطي للأمة القوة والدفع إلى الأمام. وهناك أكثر من عامل وأكثر من مبرر لديمومة هذه الواقعة ولتجددها رغم كل تلك الظروف وكل تلك التحديات التي واجهت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، واجهت أهل البيت بشكل خاص، وواجهت واقعة كربلاء بشكل خاص، لأنه على رغم كل تلك الظروف بقت هذه الواقعة خالدة مستمرة عصية على كل تلك التحديات. أكثر من مبرر لبقائها، ووراء هذه المبررات هو البعد الغيبي، العناية الإلهية التي شاءت أن تبقى كربلاء محفوظة ومستمرة. وواحد من هذه العوامل وراء البعد الغيبي هو تأكيد أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم منذ استشهاد الحسين، بل قبل استشهاد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من حين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتله ونعى للمسلمين خبر قتله، منذ ذلك اليوم بدت العلاقة مع الحسين صلى الله عليه وسلم، علاقة المؤمنين مع الإمام الحسين علاقة خاصة. أكد هذا الجانب أئمة أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم من خلال النصوص المتعددة والروايات الكثيرة التي أكدت على الارتباط بالحسين، من خلال الزيارة، من خلال الرثاء، من خلال قول الشعر، من خلال ندب الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى الحسين وعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، وفي بعض الأدعية مثل دعاء الندب الشريف: وإياهم فليندب النادبون. هذه التأكيدات دفعت بشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والموالين السائرين على خط أئمة أهل البيت بتأكيد على إحياء شعيرة عاشوراء والارتباط بها أشد الارتباط، نتيجة هذه التأكيدات من قبل أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تلقى شيعة أهل البيت هذه التأكيدات بكل سمع وطاعة، وامتثلوها خير امتثال. ولذلك استمرت هذه المواسم واستمرت هذه المآتم، وقامت الندبة لسيد الشهداء صلى الله عليه طوال العام، ولكنها تصل إلى أوجها في أيام عاشوراء الحسين. تأخذ هذه الندبة على سيد الشهداء أوجها في أيام عشرة أبي عبد الله الحسين صلى الله وسلامه عليه. والشيعة كما قلت
حرصا منهم على امتثال أوامر أئمتهم، ارتبطوا الارتباط الوثيق بهذه الملحمة الخالدة وبهذه الفاجعة الكبيرة. هذا الارتباط الذي كلفهم الكثير وقد بذلوا الكثير في سبيل بقاء واقعة كربلاء بجذوتها وحرارتها وقوتها، كلفهم الكثير من النفس والمال والمعاناة، ولكنها مع ذلك هي قليلة ورخيصة في سبيل الحسين صلى الله عليه، ولا يمكن أن يقاس شيء مما قدمه شيعة أهل البيت في هذا المضمار بشيء من معاناة سيد الشهداء صلى الله عليه وبما قام به من تضحيات. هذا الإحياء المستمر والمتأكد من قبل شيعة أهل البيت الذي تلقوا نتيجة توصيات وتعاليم أئمة الهدى، من الطبيعي أن يدخل فيه عنصر الزمان وتدخل فيه المتغيرات، فأضيفت إلى تلك الشعائر التي تلقاها الشيعة من قبل أئمة أهل البيت، الذي تلقاه الشيعة من أئمة أهل البيت هو إقامة المأتم، والمقصود من المأتم في العرف سواء كان في عرف النص أو كان في عرفنا هو الاجتماع من أجل البكاء. يقال القوم في مأتم يعني جالسون ماذا؟ للبكاء. أو فلان عنده مأتم يعني أصابته مصيبة أوجبت بكاءه. فالذي تلقاه الشيعة من قبل أئمة أهل البيت المأتم، الرثاء، قول الشعر في الإمام الحسين صلى الله عليه، الزيارة، المأتم بما هو له من الدلالة العرفية في عصر النص، والتي ما زالت هذه الدلالة العرفية قائمة وباقية ومستمرة إلى زماننا هذا. ولكن قلت أن للزمان والمتغيرات دخالة في إحداث الكثير من الممارسات التي لم تكن معهودة في زمن النص. هناك استحدثت من قبيل الشبيه، من قبيل التمثيل وغير ذلك من ما استحدث من الشعائر التي لم تكن معهودة في زمن الأئمة نتيجة عنصر الزمان والمتغيرات، بحيث صارت هناك أيضا توسع في هذه الممارسات إلى أمور صارت مثارا للجدل. توسعت هذه الشعائر والممارسات إلى قضايا ضيفت مفردات، هذه المفردات أصبحت مثار جدل بين العلماء وأنفسهم وبين الجمهور مع بعضهم البعض حول صحتها وعدم صحتها، مشروعيتها وعدم مشروعيتها، مطلوبيتها وعدم مطلوبيتها. ووصل الجدل إلى أوسع من ذلك، هل أن هذه الشعائر فيها توهين وتضعيف للحق أو أنها تمثل قوة للحق؟ هذه مثار جدل. وفي ظني أن هذه الشعائر أو هذه الممارسات التي أضيفت بفعل الزمان والمتغيرات ترجع إلى أحد عاملين أو إلى العاملين كلاهما. العامل الأول ما فهمه الشيعة وما فهمه أيضا بعض العلماء أن إطلاقات الأمر بالإحياء الوارد عن أئمة أهل البيت توكل الإحياء إلى الناس، بمعنى أنه جاء في كثير من النصوص قولهم صلوات الله وسلامه عليهم أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، ولكن هذا النص لم يذكر كيفية الإحياء، لم يتعرض إلى مفردات للإحياء، وإنما أمر بالإحياء بشكل مطلق. فهم من هذا الأمر بالإحياء أن قضية الإحياء موكولة إلى ماذا؟
إلى الناس وإلى العرف. وكل زمان وكل مكان هو الذي يحدد كيفية الإحياء ويصيغ الممارسة التي يصدق عليها الإحياء. هذا العامل الأول هو تلقي لإطلاقات الأوامر بالإحياء. العامل الثاني الذي دعا إلى هذا التوسع في الإحياء وإدخال الكثير من المفردات على الشعائر الحسينية هو عدم فهم البعد التوقيفي في الشعائر. ماذا أعني بهذا الكلام؟ تعلمون أن هناك قاعدة لدى الفقهاء توقيفية العبادة، بمعنى أن الصلاة التي نصليها، الصوم الذي نصومه، الحج كيفيته، هذه يجب على الإنسان المكلف أن يمارسها وفقاً للصورة التي تلقاها من صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة أهل البيت، فما يمكن أن يغير في هيئة الصلاة، ولا يمكن له أن يغير في كيفية أفعالها. ما يمكن مثلاً فرضنا واحد يقول أنه إحنا ليش كل دائماً نقنت نرفع يدنا إلى الأعلى، والله مو في السماء، الله فيك، ليش ما نغير القنوت ونسوي هالشكل مثلاً بدل هالشكل؟ ما يمكن. ليش مثلاً يقول مثل ما دائماً نكبر بهذه الطريقة، ليش ما نكبر بالعكس؟ ما يمكن. العبادة هذه توقيفية، ومعنى توقيفية هذه العبادة، معنى توقيفية هذه العبادة هو أن نمارسها بالطريقة وبالشكل الذي تلقيناه جيلا عبر جيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا نزيد ولا ننقص ولا نغير في أي شكل من أشكال العبادة. هذا معنى توقيفية العبادة اللي هي قاعدة يلتزم بها الفقهاء في العبادات. هذا المعنى في مثل الصلاة، في مثل الصيام، في مثل الحج أمر مسلم، بمعنى لا يمكن لأي شخص أن يغير في هيئة الصلاة كيفيتها أفعالها. في الصوم زمانا مفطرات وغير ذلك، واحد يقول والله ما منصوم بالنهار صوم بالليل، ما يمكن. عبادة توقيفية محددة زمانا، هذا معنى توقيفية العبادة. البعض لم يفهم هذا البعد التوقيفي في الشعائر الحسينية، فظن أن الأمر بإطلاق الإحياء في قضية الإمام الحسين أمر مطلق موكول للناس، وليس كالصلاة توقيفية لا يمكن أن نغير في هيئتها أو أن نغير في أفعالها أو أن نغير في وقتها. لا، لم يفهم هذا البعد التوقيفي في الشعائر، فجعل أمر الشعائر أمراً ماذا؟ موسع، التوسع فيه موكول إلى الناس. ولست بصدد الآن أن أبين خطأ هذين العاملين أو أقيم هذين العاملين، لست بصدد هذا التقييم، ولكن أقول بأنه ما استحدث من الشعائر وما أضيف إلى الشعائر الذي صار مثار جدل بين العلماء أنفسهم، بين الجمهور مع بعضه البعض، يرجع إلى أحد هذين العاملين. ومن هنا انقسم الناس إلى ممارسة واعية وممارسة غير واعية. هناك ممارسات واعية، نمارس إحياء عاشوراء، تخليد ذكرى سيد الشهداء صلى الله عليه بشكل واع وصحيح، وهناك ممارسات غير واعية، ممارسات لا يمكن أن نطلق عليها أنها ممارسة واعية. ولنضرب مثل على ذلك، فرضنا مثلا الآن انتشرت بعض الفيديوهات، ولو كانت هي محدودة، هي الممارسة محدودة، ولكن موجود أن أشخاص يدخلون إلى المأتم، من باب المأتم إلى المنبر يمشون على الأرجل زحفا، وهم يخرجون ويصدرون نباح الكلاب. موجود هذا، والفيديو تم تداوله وانتشر. هل هذه الممارسة في الإحياء نسميها ممارسة واعية أو ممارسة غير واعية؟
طبعاً لا يمكن لأي إنسان عاقل منصف يتصف بالالتزام بتعاليم أهل البيت وتوجيهاتهم صلوات الله وسلامه عليهم أن يعبر عن مثل هذا بأنه ممارسة واعية. توسعت الممارسات وصار انقسام، انقسام شديد، انقسام ماذا؟ حاد. وصار ماذا؟ أطلاق نعوتات، أن هذا ولائي وذاك ماذا؟ غير ولائي. من يرفض أمثال هذه الممارسات يقال أنه غير ولائي أو ولاؤه ماذا؟ بدرجة هابطة. من يصر على التوسعة بكل أشكالها في الممارسة صار ماذا؟ ولائيا. ومع الأسف المسألة وصلت إلى أبعد من هذا، صارت تسميات لا أقول من قبل علماء الدين وزعماء المذهب أطال الله في أعمارهم جميعا، لكن أقول من قبل الجمهور، من قبل الناس، أصبح هناك مرجع ولائي ومرجع ماذا؟ غير ولائي. موجود هذا التصنيف، صار هناك من يطلق عليه مرجع ولائي ومرجع غير ولائي، كل ذلك بسبب هذه التوسعة. ما أريد أن أتحدث عنه في هذه الليلة ليس بالنسبة إلى الجهة التي نستطيع أو بتعبير أوضح ما هي الشروط التي يجب توافرها فيما يستحدث من الشعائر حتى نستطيع أن نسميها شعيرة وتكتسب الجواز، وهذا بحث أنا طرحته في بعض مؤتمرات المجلس العلمائي وفي بعض المحاضرات، وموجود من يريد أنه يستطيع أن يراجع إلى هذا البحث. عموماً ما أريد أنه أقوله أنني في هذه الأمسية المباركة والتي أتقدم بالشكر للأخوة في جمعية واديان على إتاحة الفرصة لي للحديث عن هذا الموضوع، ما أريد أن أتحدث عنه هي كيف نحيي عاشوراء بشكل واعي، الإحياء الواعي لعاشوراء. تقريباً يمكن أستطيع أن أقول هناك 8 بنود 9 بنود، هذه 8 البنود 9 البنود إذا استطعنا أن نتوفر عليها من خلال ممارستنا نستطيع أن نقول أن هذه الممارسات هي ممارسة واعية أو ممارسة غير واعية. 9 بنود 9 بنود، هذه 9 البنود أو 9 الأمور إذا توفرت نستطيع أن نقول أن هذه الممارسة ممارسة واعية، وإذا لم تتوفر بحسب النسبة نقول بأنها ممارسة غير واعية. بمعنى إذا انعدمت كل هي 9 الأمور صارت الممارسة غير واعية، توفرت النص واعية، بالنسبة نطلق على الممارسة واعية، توفرت كل هذه 9 الأمور صارت الممارسة واعية. الأمر الأول التقيد بما هو مشروع وجائز، لا يمكن أن نسمي الممارسة ممارسة واعية إذا مارست أمراً غير مشروع وغير جائز. فلو فرض أن أناس أرادوا أن يعبرون عن حزنهم برقص أو مثلاً بأن يجتمعوا في مكان ويشربوا لا سمح الله الخمر، هكذا هل يمكن أن تسمي هذه بس لأنه ممارسة تعبير بحسب فهمهم أنه يعلنون حزنهم بهذه الكيفية، هل يمكن أن نقول هذه الممارسة واعية؟ قطعا لا، لأن الأمر الذي يمارسونه غير مشروع وغير ماذا؟ جائز. ما أريد أن أضيفه أقول بأنه حتى لو كان الشيء الذي يمارس لا تحرز شرعيته مشكوك في مشروعيته أيضا لا نسمي هذه الممارسة ممارسة واعية، ولا نستطيع أن نقول أن هذا الإحياء إحياء ماذا؟ واعي. يعني شيء مجزوم بأنه غير مشروع
قطعا هذا الإحياء لا يكون ماذا مشروعا وجائزا. إذا كان الشيء مشكوك، ناس فيما بينهم قالوا بأنه خلنا نخلي مثلا زجاج ونمشي عليه تعبيرا عن الحزن، إذا شككنا في أن هذا الشيء جائز أو غير جائز، مشروع أو غير ماذا مشروع، إذا لم نحرز أن هذه الممارسة جائزة في الدين وتناسب مقام الإمام الحسين وتعد في نظر العرف أنها إظهار للحزن والأسى، بحيث أي إنسان بعرفيته يرى أن مثل هذه الممارسة هي تعبير عن الحزن والأسى على الحسين يتردد فيها، هذه ممارسة صحيحة. أما إذا كان العرف يتردد يتساءل ماذا يصنع هذا، أي شيء يصنع، معنى تردد الإنسان العرفي وتساؤله عما يصنع هذا الشخص والفرد دليل على أن مثل هذه الممارسة لا تعد في نظر العرف من باب التفجع والحزن على الإمام الحسين، فحينئذ هذه الممارسة لا يحرز مشروعيتها، لا يحرز أن هذه ممارسة بنظر العرف تدل على الحزن والأسى. الآن مثلا إنسان لما يلبس الثوب الأسود الناس تساءل، مو في محرم، مو في أيام حزن، شايفين ليش فلان لابس ثوب أسود؟ خصوصا علماء الدين أيدهم الله، كثير منهم يلتزم بهذا الاستحباب طوال شهر محرم وصفر يلبس ماذا؟ صايص. الناس عادي تستقبل تعرف أن هذا حزن على الإمام الحسين، لكن لو في غير محرم في أيام ربيع لابس ليه؟ يقول ليش لابس ثوب أسود؟ صايص. ليش؟ لأن العرف يرى أن لبس الثوب الأسود هو علامة الحزن والتأثر. في أيام محرم يعرفون أن هذا باب المواساة والحزن والتفجع على الإمام الحسين. هذه الممارسة ممارسة صحيحة. الشيء الذي يشك في مشروعيته والذي لا يحرز أنه مشروع لا يمكن أن نعبر عن هذه الممارسة أنها ممارسة واعية وأنه إحياء واعي. لا يمكن أن يكون إحياء واعي إلا إذا كان الفعل الذي نمارسه لنعبر فيه عن حزننا وأسانا على ما أصاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يدل بنظر العرف أن هذا تفجع وحزن على سيد الشهداء وعلى ما أصابه وأصاب أهل بيته. فإذا الأمر الأول لا بد أن يكون الفعل الذي نمارسه إحياء لذكرى سيد الشهداء أمر مشروع ومحرز شرعيته. الآن كيف نحرز شرعيته؟ هذا بحث فقهي مفصل، وقلت بأنه في ذاك البحث تعرضت مفصلا إلى أنه كيف أنه نحرز أن هذا الشيء مشروع أو لا، لأن هذه جنبة فقهية استنباطية يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. إذن الأمر الأول في الممارسة الواعية أن تكون ما يمارسه الناس أمرا مشروعا محرز الشرعية. إذا لم يكن أمر مشروع هو محرز الشرعية مشكوك في شرعيته لا يمكن أن نعبر عن هذا الإحياء أنه إحياء واعي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نستحضر ونحن نحيي ذكرى الحسين الأهداف والغايات التي نهض من أجلها سيد الشهداء. ما هو الهدف؟ ما هو الغاية التي من أجلها ضحى الحسين بهذه التضحية الفريدة التي قدم فيها حتى أصغر موجود كان معه، أصغر موجود كان معه وهو الطفل الرضيع؟ فهذه التضحية التي أقدم عليها سيد الشهداء من أجل ماذا؟ من أجل أي شيء؟ ما هي الأهداف والغايات التي من أجلها أقدم الحسين صلى الله وسلامه عليه على هذه الشهادة ورفض المساومة ورفض كل ما عرض عليه وأصر على موقفه مع علمه بأن الإصرار على هذا الموقف سوف يؤدي به إلى القتل بهذه الكيفية وبهذا النحو؟ لابد أن نفهم ما هي الغايات، ما هي الأهداف، ولست بصدد ذكر هذه الغايات والأهداف لأن هذا بحث أيضا مفصل. الغايات التي
ناضل من أجل الحسين واستشهد من أجل الحسين مثل ما نصطلع عليه في علم الأصول، هي غايات طولية وليست كلها في عرض ماذا واحد. فلابد، لأن الإنسان الذي يأتي لإحياء ذكر الحسين سلام الله عليه وتغيب عنه هذه الأهداف وتغيب عنه هذه الغايات، ما يمكن أن يكون في يوم من الأيام سائر على نهج الإمام الحسين صلى الله عليه، أو يمكن أن يتحقق بنهج الإمام الحسين صلى الله عليه. لابد أن نستحضر كجمهور كأفراد موالين لسيد الشهداء سائرين على خط الولاية، لابد أن نستحضر الغايات والأهداف. الجمهور الأفراد اللي تمارس الإحياء وهي تستحضر الغايات التي من أجلها استشهد الحسين والتي من أجلها قتل الحسين والتي من أجلها ضحى الحسين صلى الله وسلامه عليه بالنفس والنفيس، هذا الاستحضار هو الذي لا يسمح لفتاة أن تخرج يوم عاشوراء أو يوم عاشوراء وهي تصيب الحسين بسهم وتكون ممن رمى الحسين بسهم. هذا الاستحضار للغايات والأهداف لا يمكن أن تسمح لشاب أن يترصد بنظراته هذه النظرات الغير البريئة أو النظرات الآثمة إلى أعراض الناس. هذا الاستحضار للغايات والأهداف التي من أجلها قتل الحسين صلى الله وسلامه عليه لن تسمح للإنسان الموالي أن يظلم أو أن يعتدي على أحد، لأنك تستحضر هذه الأهداف والغايات استحضاراً صحيحاً. فمن الضروري أن لا تغيب عنا، أن لا تغيب عن بالنا وعن فكرنا الأهداف والغايات التي استشهد من أجلها الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث حتى يكون إحياؤنا إحياء واعي، التقيد بالآداب والأخلاق، سواء كنا جمهور أو كنا ماذا طواقم خدمة، هي مسألة مهمة جدا. لربما يصير عراك على سبب ماذا؟ تخلي عن المبدأ الأخلاقي، سواء في داخل الماتم، سواء في تنظيم عملية السير، سواء في الإرشاد إلى مواقف السيارات، أو سواء في تناول وجبة الطعام وغير ذلك. لما نبتعد عن الروح الأخلاقية في الإحياء سوف نقع في الكثير من المشاكل والصدام والعراك. لكن لما الإنسان يأخذ على نفسه عهداً أن لا ينفصل عن الروح الأخلاقية والمبادئ والقيم الدينية في إحيائه لعاشوراء الحسين وفي إحيائه لذكرى سيد الشهداء صلى الله وسلامه عليه، لن يسمح لنفسه أن يرتكب سلوكاً لا يمثل بعداً أخلاقياً وقيمة أخلاقية. هاي من الضروري. ليش أنه البعض مثلاً يخرج من الماتم منزعج، ربما بعد يقول أنا ما عود دخل الماتم لأنه ربما لاقى كلمة أو موقفاً مؤذياً غير لائق من طواقم الخدمة. ليش طواقم الخدمة بعضهم ينفر من الخدمة؟ لأن ربما لاقى كلمة أو موقفاً مؤذياً من الجمهور. لكن لما الجمهور وطواقم الخدمة يتقيدون بالآداب، ما ينفصلون عن الروح الأخلاقية في إحيائهم، لن تحدث مثل هذه الردات الفعل. ردات الفعل ماذا؟ لن تحدث قطعاً، لأن اللي يقول بعد ما بدخل هذا الماتم هي ردة فعل. ردة الفعل جاءت على ماذا؟ بسبب موقف، بسبب كلمة مؤذية، بسبب كلام غير لائق، بسبب حالة انفعال، ودائماً يبرر أنه حالة غضب حالة غضب. هذا المبرر غير مقبول. يعني الإنسان يستطيع أن يسيطر ماذا؟ عند إرادة أن يسيطر على مواقفه، على كلماته، على انفعالاته، أن يحكمها ويضبطها. الجمهور هم ضيوف الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، الطواقم هم يتشرفون بخدمة الإمام الحسين، فلا ينبغي أن يبتعد أي أحد من الجانبين عن القيم أو ينفصل عن الروح الأخلاقية. الجمهور لابد يتقيد بالروح الأخلاقية،
كذلك طواقم الخدمة لابد أن يتقيدوا بهذه الروح الأخلاقية والقيم الدينية. حينئذ نقول هذا الإحياء، هذا الحضور، حضور ماذا؟ واعي. الأمر الرابع من ضوابط الإحياء الواعي أن نستحضر البعد العبادي، وهذه مشكلة. البعض يظن أن يعني الإنسان يجي الماتم ويحضر وكذا، هذه ليس أمرا عبادية، يغيب عنا هذا الشيء، مع أن الإحياء هو أمر ماذا؟ عبادي. ليش أمر عبادي؟ السنة يقول ورد في الروايات أن هناك ثواب وأجر، والثواب والأجر كما نعلم لا يترتب إلا على الأمر العبادي، أما ما يكون أمرا توصليا لا يترتب عليه ثواب. الأمر العبادي هو الذي يترتب عليه ثواب. ترتب الثواب على فعل كاشف عن ماذا؟ عن عباديته، كما يقرر ذلك الفقهاء. فلما يكون شيء فيه ثواب معنى أن هذا أمر ماذا؟ عبادي. ولا مثلا غسل الثوب للصلاة من النجاسة، فإنسان مجرد يغسل الثوب ما يحصل ثواب. ليش؟ لأن هذا أمر توصلي، مو أمر مطلوب في نفسه، ماكو ثواب عليه. لكن حضوري في المأتم، بكائي على الحسين، استماعي لندبة الحسين، هذا فيه ثواب، معنى أمر عبادي. هذا البعد العبادي ضروري أن أستحضره، لأن لما أستحضر هذا البعد العبادي في حال إحيائي للممارسة، معنى ذلك سوف أتقيد بكل آداب العبادة. ولذلك الإنسان في المسجد لأنه ملتفت أنه داخل في عبادة وصلاة، لذلك ما يصدر منه ماذا؟ إلا القلب. وإذا صدر، صدر ماذا؟ بحالة من الحياة. وتشوفه في المسجد مثلاً يعلي صوته، أو مثلاً يصارخ، أو يضحك ضحك عالي. ليش؟ لأنه يرى أن للمسجد هذه القدسية وأمر ماذا؟ عبادي. هذا المعنى اللي نستحضر حال الصلاة وأنها عبادة، فلنستحضره حال الإحياء أيضا. حال الإحياء لابد أن نستحضر هذا البعد العبادي حتى نمارس الإحياء بشكل واعي. الأمر السادس والخامس، وهو عدم التوسع في الخلافات والجدليات، وكما ذكرت الماحن في المقدمة، هناك الكثير من المستحدثات من الممارسات اللي صارت مثار جدل وجدل حاد حول مشروعيتها وعدم مشروعيتها، أنه راجحة ليست راجحة، تمثل قوة للدين ما تمثل قوة للدين، تمثل وهنا أو لا، موجودة. بس لا يكون نوسع احنا في الخلاف، توسع في الخلاف في هذه القضايا إثارتها قطعا سوف يؤدي إلى الكثير من المحذورات والنتائج الغير المطلوبة لنا، مو مطلوبة لنا، انقسامات، تسميات تتعدد إلى غير ذلك بسبب ماذا؟ الخلاف. بعض المسائل خلاف فقهي فليكن بين الفقهاء أنفسهم، لن نزل في الساحة العامة للجمهور، وإذا نزل للساحة لا نسمح لأنفسنا كأفراد أن نأخذ على أنفسنا عهد كأفراد ألا أن ندخل في هذه الجدليات ونوسع دائرة الخلاف حول هيئة المسائل، سواء كانت فقهية أو كانت سياسية أو كانت اجتماعية أو كانت مسائل ترتبط بمأتم وغير مأتم، خطيب وغير خطيب. توسع في الخلافات أيها الأخوة يوسع من رقعة النزاع، وتوسع رقعة النزاع يؤدي إلى إشغال القلب بالمشاحنة والبغضاء، مما يؤثر على وحدتنا وتماسكنا. فلذلك لا ينبغي لنا أن نشتغل بهذه الخلافة ولا أن نوسع هذه الخلافة. كل إنسان عنده عقل، كل إنسان عنده إرادة، طرح نقاش حول مسألة مفردة من هذه المفردات اللي يصير أنا أخذ على نفسي عادة أن لا أتكلم، خصوصا بالنسبة إلى الطرف الذي لا يقبل بها، ليكون هو يكون كالزيت الذي يصب على النار لتشتد ماذا؟ ضراوة،
كنا أخذ عن نفسي أنه ما أدخل في أي نزاعات حتى نخرج من هذا الموسم ونحن أخوة متحابون متصافون في الله من دون أن يكون هناك تشاحن بين قلوب المؤمنين. هذا من الضروري، عدم التوسع في هذه الخلافات وعدم السماح لأنفسنا أن ندخل في أتون هذه المسائل حتى لا تشتد ضراوة فتؤثر على قلوبنا. استحضار الثواب غير الفهم البعد العبادي، يعني بمعنى أن الإنسان يقول أكو ثواب لمن يحيي، لكن هذا الثواب لمن؟ الثواب لمن يخلص. خلي يكون إحيائنا من أجل هذا الثواب الذي وعدنا به. جاء مثلا من بكى وأبكى على الحسين ولو بمقدار جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل ماذا؟ زبد البحر. جاء رواية معتبرة صحيحة. هذا الثواب يكون أستحضره وأنا أحيي وأشارك في الإحياء، أنا أستحضر هذا الثواب. لما أستحضر هذا الثواب طبيعي بتتولد عندي ثقافة الاجتناب عن ماذا؟ عن محبطات الثواب. كل عمل في ثواب، لكن كل عمل مقابل ماذا؟ محبطات تحبط الأجر تحبط الثواب. إنسان لما يستحضر ثواب العمل يخشى أن يبتلى بما يحبط هذا الأجر، مثل ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال من قال لا إله إلا الله مرة بنى الله له بيتا في الجنة، وصف ما فيه من أشجار وما فيه من حدائق. واحد قال ما أكثر جناتنا في ما أكثر جناتنا في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم استغل ماذا هذا الموقف؟ قال لا ترسوا عليها نيران ذنوبكم. صحيح أكو إنسان واجب يسوي أشياء توجب الثواب، لكن المشكلة ما عنده ثقافة الاجتناب عن محبطات الثواب. ثواب، لكن إنسان لابد في مقابل حرص على تحصيل هذا الثواب وسعيه إلى أن يكثر من جانب الثواب ليعيش ثقافة اجتناب محبطات الثواب. أنت جيت بكيت على الإمام الحسين، ربما كلمة، ربما موقف، ربما يكون حركة آذت إنسان مؤمن شريكك في الإيمان شريكك في حب أهل البيت أوجبت أذى، بذلك يحبط ماذا؟ أجرك. لا يحبط الأجر بهذه الممارسة، لنعش هذه الثقافة، ثقافة تجنب. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. علينا أن نتجنب أيها الأخوة محبطات الأجر والثواب، كما نعيش مسألة ثقافة الأجر أيضا الأمور التي تحبط الأجر والثواب وتسقطه خلنا نعيشها كثقافة حتى تتولد عندنا الموازنة الصحيحة والمعادلة الصحيحة. الأمر الثامن القراءة والاطلاع المسبق. يعني احنا مع الاسف يعني كنا يعني الشعوب هذه شعوب قلما تقرا قلما تطلع. من منا يلتزم بقراءه ماذا؟ كتاب بكامله. من منا موجود موسم عاشوراء بيدخل، ما تضير في انه الواحد منا يسال واحد مثلا في مثل ستره يجي لسماحة الشيخ علي صديف إلى الأخوان المشايخ ارشدني إلى كتاب يرتبط بقضية عاشوراء خلني أقرأ. لنعتمد كله على ماذا؟ الخطيب والمنبر. هذا الإنسان اللي يقرأ خصوصا في مجال الثورة الحسينية والنهضة الحسينية تولد عنده ثقافة، لما تتولد عنده ثقافة قطعا سوف يمارس الإحياء بشكل ماذا؟ واعي. كن حضور للمأتم عن وعي وثقافة، لما يكون حضور عن وعي وثقافة قطعا سوف تكون ممارسة ماذا؟ واعية. أما إذا إنسان هو خالي الوفاض قطعا ما تكون ممارسات ممارسة واعية.
لربما، وهذا شيء طبيعي يكون عند الإنسان شيء يسمونه حب، ماذا؟ تقليد مؤشر، والله ناس تكره لهم شيء أنا وياهم. لكن لما الإنسان يكون محصن بالقراءة والاطلاع والفهم سوف يتولد إليه وعي، هذا الوعي الذي يتولد إليه سوف ينعكس على ممارساته. هي مسألة مهمة جدا ضرورية، ولا نعتمد كل على الخطباء وعلى غيرنا، بل احنا لابد يكون عندنا شيء من الشغف بالقراءة والاطلاع، خصوصا فيما يرتبط بالقضية الحسينية، لأنها واحدة من القنوات التي تؤمن لنا الوعي في الممارسة والوعي في الحضور والوعي في التفاعل. مسألة مهمة. الأمر التاسع والأخير مسألة النقد. الآن يعني مسألة النقد صارت مسألة مفتوحة، غير ماذا؟ منضبطة. الكل يحب ماذا؟ ينتقد. وهذه مشكلة موجودة عندنا. مو معنى ذلك أنه نرفض النقد، النقد مو مرفوض، النقد البناء، النقد الصحيح، النقد الذي يراد به تطوير، يراد به الارتفاع بواقعنا، سواء كان واقعنا المنبري، واقعنا الموسم، واقعنا في الإحياء. اللي ينتقد من هذه العقلية، عقلية التطوير، قطعا سوف يحرص تمام الحرص على توخي الأساليب التي تنفع في هذا المجال، تقبل الآخر ويكون انتقاده مقبولا ويكون انتقاده عملي ويسهم في التطوير والتقدم. الآن بيدخل موسم عاشوراء، تجد الانتقادات للخطباء، انتقادات للقائمين على المآتم، انتقادات للرواديد، الانتقادات والانتقادات، ويتحول موسم عاشوراء كل موسم ماذا؟ نقد. ثم بكلمة تظهر الجانب الإيجابي في هذا الموسم ربما تغيب. أنا ملاحظ بحسب تتبعي من المتحدثين كلهم، أم بشيء إيجابي يظهرون من خلال هذا الموسم، على أي صعيد من الأصعدة لا أجد. اللي أجد كل جانب ماذا؟ النقد. كل جانب النقد، نقد للخطباء، نقد للمآتم، للإدارات، للحسينيات، نقد للجمهور، نقد لكوادر المأتم، وهكذا. أنا مو ضد النقد، بل نقول أنه النقد أمر ماذا؟ مطلوب. النصيحة هي من الدين، لكن في نفس الوقت اللي ننتقد فيه لابد أيضا أيها الأخوة أن نظهر الجوانب الإيجابية. ليش كله فقط نركز على السلبيات 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 وجوانب الإيجابية ما نبرزها، ما نبرز الجانب الإيجابي؟ وهذا يرسل رسالة، يعني لما نركز على السلبيات ونخفي الإيجابيات أو ما نظهر الإيجابيات سوف يتلقى المستمع رسالة، أنت أردتها أم لم تردها، قصدتها أم لم تقصدها. سوف يستلم المتلقي رسالة مضمونها أن هذا العمل كل ما له داعي، وليش أنا أحضر المأتم، وليش أنه أقعد لي ساعة وربع ساعة وعشر جو حار أو ما في كرسي وعلى الأرض وإلى آخره، ما له داعي. أصنه الخطباء يكذبون، حاشاهم، الخطباء ما عندهم شيء، ما يقدمون شيء، الخطباء ما يفيدون، وهكذا، ما له داعي بعد نحضر. يستعيض عن الحضور للمأتم، يقول خلني أنا أستمع، وما أكثر الفضائية، خلني أستمع إلى محاضرة من خلال الفضائية أفضل لي. هاي رسالة مو مقصودة للمتكلم، أي متكلم انتقد ليس مقصوده هذه الرسالة، لكن لما نستخدم طريقة النقد بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، هذه الرسالة سوف يتلقاها المستمع ويستلمها المتلقي، قصدتها أو لم تقصدها. الإيغال في النقد
والشدة في الناقد وعدم الإنصاف في الناقد والتركيز على السلبيات وعدم إظهار الإيجابيات سوف يرسل رسالة يستلمها المتلقي شئنا أم أبينا. ومعنى ذلك يقول أنا أستعيض، بتتولد هالثقافة مو اليوم بكرة مو بكرة بعد بكرة سوف تتولد لدى المستمع هذه الرسالة، وهو أن أنا أستعيض عن المأتم وعن الخطيب وعن آخره. هذه مشكلة. أكرر وأقول حتى لا يفهم كلامي خطأ، النقد مقبول، لكن خل نوازي بين النقد تسليط على السلبيات مع إظهار ماذا؟ الإيجابيات. في هذه المآتم، في هذه المؤسسة نقاط قوة، هذه النقاط القوة، هذه القدرة للمأتم والحسينية والخطيب والمنبر هي التي حفظت هذه الطائفة من أن تذوب في أي مشروع من المشاريع التي أريد لها أن تذيب شبابنا وأن تذيب أبناءنا وحمتهم من الانصهار والذوبان في هذه المشاريع. لا تقول لي ما أقول إيجابية، هذه أكبر ماذا؟ إيجابية. هالمشاريع التي يراد لها أن تذيب الشباب، أن تصهر الشباب، هذا الشاب إذا فرضنا سنة سنتين راح في أجواء الانحراف تلاقفته، لكن لم يحضر هذا الموسم، هذا الموسم يرجعه إلى ماذا؟ إلى حظيرة التدين، يرجعه إلى أصالته، يرجعه إلى الله عز وجل، يحميه من الذوبان. هذه أي إيجابية من الإيجابيات؟ أي سلبية تقف أمام هذه الإيجابية؟ لنحافظ على هذه المؤسسة، نحميها وننتقل، لكن ليكن النقد موازياً مع إظهار الإيجابية، ليكن النقد عبر القنوات الصحيحة، عبر القنوات الصحيحة والمؤثرة وبالشكل الصحيح. وأنا أذكر هذه القضية لطيفة جداً، حدثني بها سماحة الشيخ عبد علي آل ضيف حفظه الله، قال بأنه شهد موقفاً في الدراسة أن أحد الخطباء سلمه الله بعد أن رقى المنبر وصعد كان حاضراً سماحة آية الله الشيخ الوالد حفظه الله وسلم ومن عليه بالشفاء والصحة والعافية الشيخ عيسى حفظه الله، كان حاضراً. بعد انتهاء المنبر، بعد ما انتهى المنبر، أخذ بيد هذا الخطيب بعيداً عن أنظار الناس، أخذ بيده بعيداً عن أنظار الناس وتكلم معه. بعد ذلك هم عرفوا أن عنده ملاحظة. وأنا أقرأ هذا الموقف لسماحة الشيخ حفظه الله وأطال الله في بقاه وأرجعه سالم المعافى، أقرأها بقراءتين. واحدة أنه أراد أن يحفظ لهذا الخطيب حيثية أو شخصية أمام الجمهور، والرسالة الأهم التي أفهمها والقراءة الأخرى هو أراد أن لا ينتقد بهذا الشكل اللي يضعف المنبر في نفوس النفس. هذا موقف نقله لي الشيخ عبد علي حفظه الله أرضي سلمه، وهو رآه رأي عين، يعني مو فلان عن فلان. ما أريد أن أقوله أيها الأخوة، هذه تمثل لنا قوة، المآتم الحسينية هذه قوة لنا، علينا أن نحفظ هذه القوة وأن نقدر هذه القوة وأن نحمي هذه القوة وأن ندفع بهذه القوة إلى الأمام وأن نحرص على حفظها، ألا يصدر منا ما يضعف هذه القوة أو ما يحاول أن يستغله البعض من أضعاف هذه القوة. لنلتفت حتى لا يستغل البعض أضعاف هذه القوة. وللإنصاف، للإنصاف أننا في هذه الفترة شهد المنبر عينات وأشخاص لهم مكانة مرموقة في العطاء المنبري والعطاء العلمي والفكري، وأسماؤهم لامعة على الساحة، ولو أردت أن أعدد هذه الأسماء وصلت إلى العشرين. والحمد لله هناك خطباء متقدمون وهناك خطباء صاعدون،
وعلى هذا الأساس ينبغي لنا أن نأخذ بإيد هؤلاء وأن نشجعهم إلى الأمام، كما أن من هو في البداية ينبغي أن يؤخذ بيده إلى الأمام حتى يتقدم أكثر فأكثر ويكون عطاؤه أنسب ومناسب، فإن التقدم إلى الأمام وإلى القمة لا يمكن أن يكون من دون الخطوة في بداية في البداية. ما يمكن الوائل ما صار وائلي في يوم وليلة، السيد الخوي ما صار السيد الخوي في يوم وليلة، السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه ما صار الإمام الخميني في يوم وليلة. أي شخص له بدايات، أي شخص له بدايات، كل شخص له بدايات. الوائلي رحمه الله له بداية اتطور، ما أدري الشيخ محمد تقي فلسفي الخطيب المعروف صاحب الطفل بين الوراثة له بدايات اتطور وصار ماذا ذاك الخطيب، وخطباء القدماء وغيرهم كلهم لهم بدايات. هو لم يبدأ الوائلي وائلي، إنما صار ماذا بعد ذلك الوائلي. فنحن لا نقطع الطريق على تطور هؤلاء، لا نقطع الطريق على تطور هؤلاء، بل ينبغي علينا أن نشجع وأن ندعم وأن نرشد ونرشد، نرشد الواقع المنبري وننتقد الواقع المنبري بالشكل الصحيح والمناسب الذي يحفظ للخطباء حرمتهم ومكانتهم، وفي نفس الوقت أيضا الذي يحفظ لهذا المنبر ولهذه المؤسسة هيبتها وكرامتها وحرمتها في النفوس حتى تبقى قوة فاعلة وقوة تمدنا بالقوة، فإننا نحتاج إلى ذلك أشد الحاجة. وإذا ضعف المنبر وضعف هذا الواقع معنى ذلك خسرنا.